سلام عليكم. تشوفوا هالأرض الصغيرة، ركزوا عليها عدل. هذا تشبه عالمنا على خفيف، صح؟ هالعالم للعديد من الناس اللي نعرفهم ونحبهم، وبعد للعديد من البشر والمخلوقات اللي ما نعرفهم بس عايشين حياتهم في هالعالم خليط من المآسي والفرح، آلاف الديانات والمعتقدات، العديد من الأبطال الشجعان والخوان الجبناء. بنلاقي مكونين ومقومين الحضارات، ولكن بعد بنلاقي اللي يدمرونها ويشوهونها. بنلاقي كل ملك وفلاح، أشخاص يحبون بعض، كل أم وأب مع طفلهم الحالم والمتفائل، كل مخترع ومكتشف، وبنصادف مدرس الأخلاق وبعد المفسد للعقول، كل نجم ساطع، كل قائد جبار، كل آثم وكل تقي في تاريخ المخلوقات في هالعالم ذي. وهالعالم اللي يشبه عالمنا يا جماعة هو عالم Game of Thrones، وعالمهم يسمى في المسلسل The Known World أو العالم المعروف، اللي يتكون من أربع قارات. القارة الأولى عندنا ويستروس، تريها مقاربة لأوروبا في عصرنا الحالي. القارة الثانية عندنا إيسوس، وهي تذكرني وايد بآسيا. القارة الثالثة ساوثروس، خلونا نقول هي مثل أستراليا، هي مكان بري ووايلد وفيها خليط من الناس. والقارة الرابعة أولثوس، هي غير معروفة بتاتا، صراحة ما عرف أشبهها بأي قارة في عصرنا الحالي، ترى هي مكان غير مكتشف في عالم Game of Thrones. وأحداث مسلسل Game of Thrones يا جماعة متمركزة في قارة ويستروس وإيسوس، ومثل ما تعرفون كل أبطال المسلسل ما عدا خليسي هما في ويستروس. دينيريز منفية مع أخوها المينون في إيسوس. فالحين خلوني يا جماعة أتكلم لكم عن ويستروس، وهالقارة شفنا فيها مآسي ووايد ناس أيديهم ملطخة بالدماء، وخيانات وسفح القربة وانقلابات وسفك الدماء، ولكن في الضفة الأخرى شفنا الأمل والصداقة والتكفير عن الذنوب، وأهم شيء شفنا الحب. يا جماعة الخير، ترى وايد مهم أن احنا نفهم بيئة ومناخ ويستروس، مو بس ترى تاريخها، ترى هي قارة خيالية مع مناخ مختلف جدا عن عالمنا الواقعي. مثلا الشمال جليدي وثلجي، والجنوب صحراوي وجاف جدا. والشيء المهم والغريب هي الفصول، تغير الفصول جدا مختلف عن الطبيعة في عالمنا الحالي. يعني في عالم Game of Thrones كل ما زاد الصيف زاد الشتاء، علشان يتم تحذير الممالك عن قدوم الشتاء تطلق منطقة السيتاديل غربان بيض. يعني مثلا في المسلسل لو كان 7 سنوات من فصل الصيف، فصل الشتاء بيكون وايد أطول وأبرد. في أطفال يولدون في الصيف وما يعرفون شنو بيصير لهم وشنو يهم في الدرب، في أطفال يولدون في الشتاء ويموتون من قسوة الجو والبؤس اللي يصير هناك. Oh, my sweet summer child, what do you know about fear? Fear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Fear is for the long night. في الشمال يا جماعة ترى نشوف جدار أو وول، هو هيكل مبني من آلاف السنين من قبل البشر. هالوول ذي يفصل الشمال من الشمال الأقصى، علشان يعزلون القبائل المتوحشة المعروفة بـ Wild Lings، بعد علشان يعزلون مخلوقات خرافية تسمى بـ The Others أو White Walkers، اللي كان ما حد يؤمن بوجودها في بداية الموسم الأول. والحين يا جماعة خلونا نشوف تقسيمات ممالك ويستروس، واللي هي مقسومة لسبع ممالك. فأنا ببتدي من الشمال للجنوب. الشمال يمثل الثلج يا جماعة، عائلة ستارك تحكم هالمنطقة دي، واللي هي مكونة من نيد ستارك، كيتلين ستارك أو كيتلين تالي اسمها قبل الزواج، مع عيالهم الخمسة، عندنا روب ستارك، سانسا، آريا، بران، ريكان اللي ما حد يعطيه وجه. ومثل ما شفنا في الموسم الأول نيد ستارك يزعم عنده ولد غير شرعي اسمه جون سنو. الأطفال غير شرعيين في منطقة ويستروس ما يأخذون لقب العائلة، ولكن يعطونهم اسم ثاني يرمز للمنطقة. مثلا في الشمال في وينترفيل اللقب اللي يعطونه حق الطفل غير شرعي هو سنو، كلمات بيت ستارك وينتر از كومينج، لأنهم يحرسون الحائط ذا وول، وشعارهم الذئاب. والمملكة الثانية عندنا ذا فيل اوف ارن، اللي تحكمها عائلة ارنز المكونة من الزوج جون ارن والزوجة لايسا، وعندهم ولد مختل اسمه سويت روبن. شعار العائلة فالكن او صقر، كلماتهم از هاي از اونر، طريقة الاعدام عندهم ثرو ذا مون دور، واللقب اللي يعطونه حق الأطفال غير شرعيين ستون. المنطقة الثالثة يا جماعة اسمها The River Run، اللي تحكمها عائلة تالي المكونة من الأب هوستر تالي والزوجة مينيسا، وعيالهم كيتلين، لايسا وأدميور، وعندهم عم اسمه براندن الملقب ببلاك فيش لأنه هو سباح ماهر. كلمات العائلة Family, Duty and Honor، شعارهم سمكة، واللقب اللي يعطونه حق الأطفال غير شرعيين Rivers. والمنطقة الرابعة هي منطقة كاسلي روك، اللي يحكمها مين يا علي؟ The Lannisters. رمز العائلة أسد، كلمات العائلة Hear me roar، آريا جماعة بتقولون A Lannister always pays his debt، هذه مقولة انقالت عن The Lannisters لأنهم دائما يوفون بديونهم. العائلة تتكون من الأب تايوين لانستر، الزوجة جوانا، والتوأم سيرسي وجيمي، والقزم تيريان. ويا جماعة The Lannisters معروفين بثرائهم وأنهم عندهم وايد جولد،
ذهب، واللقب اللي يعطونه حق الطفل غير شرعي هو هيل. والمملكة الخامسة اللي هي تنافس ذا لانسترز في الثراء هي مملكة هاي جاردن اللي تحكمها عائلة تايرل. رمز العائلة كذي وردة، كلماتهم growing strong، هو مثل عائلة أرستقراطية المكونة من مايس تايرل وبنته مارجري والولد لوراس. ولكن العقل المدبر لهالعائلة ذي هي جدتهم السيدة أولينا تايرل، كما تسمى The Queen of Thorns أو ملكة الأشواك، لأن لسانها وايد طويل وصليط. Yes, all Lannisters are lions. And when a Tyrell farts, it smells like a rose. واللقب اللي يعطونه حق الطفل غير شرعي هناك Flowers. والمنطقة السادسة يا جماعة Storm Ends اللي تحكمها عائلة براثيان. رمز العائلة الستاج أو الظبي اللي لابس تاج. كلماتهم Ours is the Fury. العائلة تتكون من الأخ الأكبر روبرت براثيان اللي يسمونه سارق العرش، الأخ الأوسط ستانس براثيان، والأخ الأصغر رينلي اللي كان صج ممكن يكون ملك زين. ولكن اللقب اللي يعطونه حق الطفل غير شرعي هناك هو ستورم. والمملكة السابعة هي مملكة رفيجي المفضل حامد دور اللي تحكمها عائلة مارتل. رمز العائلة شمس مع رمح، كلماتهم unbound, unbent, unbroken. واللي يحكمها دوران مارتل واللي معه زوجته من قارة إسوس اسمها ليدي ميلاريو. وهالمنطقة يا جماعة غير عن الممالك الباقية، هم ما يأخذون لقب ملك، يعطونهم لقب أمير أو أميرة لأنهما they did not bend the knee، لأنهما أصلا ما ركعوا لأي ملك، فبس عطوهم لقب برنس أو برنسس. ووريث العرش يروح حق الطفل الأكبر بغض النظر إذا كان بنت أو ولد، عكس ممالك الأخرى اللي فيها لازم الحكم يروح للطفل الذكر. في نفس الوقت الأطفال غير شرعيين معترف فيهم، هم يأخذون اسم العائلة ولكن يعترف فيهم في الميراث. واللقب اللي يعطونه حق الطفل غير شرعي ساند. وعن عائلة مارتلا جماعة بروح على المسلسل ما بروح على الكتب، لأن صراحة وايد شلوا شخصيات في المسلسل. في المسلسل إن الحاكم عنده ولد واحد اسمه تريستن، وشيء مؤسف إنه مو مثل الكتب، أن المسلسل ترى محا شخصين، محا آريان مارتل وكوينتن مارتل. ودوران عنده أخو متمرد اسمه أوبرين مارتل اللي هو طلع في الموسم الرابع، اللي عنده ثلاث بنات غير شرعيات، تذكرون؟ Without Doran, we have no army to march against the Lannisters. We don't need an army to start a war. بعد فيها جماعة كذي بيوت شرف أو ضيوف شرف. عندنا Iron Islands اللي تحكمها عائلة Greyjoy. شعارهم أو علامتهم الكراكن اللي هو نفس الحبار الضخم. كلامهم We do not sow أو What is dead may never die. يا أخي صج ديب ها علي. تقاليدهم هم متصلة بالبحر لأنهم أصلاً قراصنة. لما يصلون البنات والصبيان سن البلوغ إي قسيس ويغرقهم في البحر وبعدين طلعهم مرة ثانية وينقذهم ويزعم يرجعون للحياة. من كذي هالكلمة تنقال What is dead may never die. What is dead may never die. What is dead may never die. But rises again harder and stronger. اسم الأبو في هالعائلة ذي بايلن Greyjoy، وزوجته ألانس، وعنده ولد اسمه ثيون وبنت اسمها يارا. وعنده اثنين ماتوا يوم سووا ثورة فاشلة ضد روبرت. عنده أخو اسمه يورون ملقب بعين الغراب، وهم أهم شيء عندهم الأيرون برايس. واللقب اللي يعطونه حق الطفل غير شرعي هو بايك. وصح يا جماعة أنهما سبع ممالك على سبع حكام، ولكن ما يصير ننسى اسم عائلة كانت تحكم وستروس لمئات السنين، اسمها هاوس تارجيريان أو بيت التارجيريانز. والسيت مالهم كان في جزيرة دراغونستون. كلامهم فاير اند بلاد، وشعارهم التنين ذو ثلاث رؤوس. واسم الملك إيريس تارجيريان الملقب الملك المجنون أو ذا ماد كينج. زوجته اللي هي أخته اسمها رايلا تارجيريان، وعندهم ثلاث عيال، الأكبر ريغار تارجيريان، وعندهم فيزيرس، والثالثة دينيريس تارجيريان. اللقب اللي يعطونه حق الأطفال غير شرعيين هناك بلاك فاير. والسؤال الذهبي يا جماعة، من هو السبب في سقوط حكم التارجيريانز؟ السبب هو ريغار تارجيريان.